الدخول إلى متابعته للإفراج عن البضائع من الموانئ. رئيس الوزراء يؤكد أن السلع التموينية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول على رأس الأولويات. قوات الاحتلال تواصل قصفها على مختلف أنحاء غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30,800 فلسطيني. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعاناة الإغاثية على قطاع غزة. إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. أهلا بكم. أهلا بكم ولا التفاصيل. قام رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى الندبولي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. كما تفقد رئيس الوزراء محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية متعددة الأغراض. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشرف الدكتور مدبولي على عملية الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وعدد من الموانئ المصرية الأخرى، حيث تفقد مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء والجاري للإفراج عنها. جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، استهلها بتفقد أعمال تطوير أحد أكبر مصانع إنتاج الفايبر بوليستر بكفر الدوار، حيث يستهدف المصنع زيادة صادراته لتصل إلى 39 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة. هدفنا كدولة إن دعم الصناعة بكل طاقة ممكن. هذا المنتج، منتج البوليستر، إجمالي ما تستورده الدولة بكل أنواعه بيقترب من 800 مليون دولار سنويا. وإحنا بنشجع بالتأكيد إن يكون لدينا مصنع واثنين وثلاثة قادرين إن هم يغطوا إنتاج أو احتياجات السوق المحلي، سواء الدولة أو القطاع الخاص. إحنا أحوج ما يكون لتعميق المنتج المحلي والاكتفاء الذاتي من كل احتياجات الدولة دي، بدل ما نبقى احتياجنا او تلبية احتياجاتنا الاساسية معتمدة على الاستيراد. وفي الاسكندرية بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد محطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية، حيث استمع الى شرح عن كيفية الافراجات الجمركية للبضائع. ثم تفقد رئيس الوزراء مجموعة من حاويات البضائع بميناء الإسكندرية وأشرف على الإفراج عن البضائع، والتي تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. عقب ذلك عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا وجه خلاله وزارة الداخلية بالضرب من حديد لتجار العملة في السوق السوداء. تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء واللي منظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج. مفيش دولة تسمح بهذا الكلام، واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هو هدفنا يبقى عندي سوق واحدة، البنوك المصرية والاليات والقنوات الشرعية والرسمية اللي في الدولة هي اللي تكون شغالة لتدبير العملة، واللي ان او للمصريين اللي لديهم عملة وعايزين يحولوها للجنيه المصري يبقى هو دي القنوات اللي موجودة. كما اكد مدبولي ان توحيد سعر الصرف اهم خطوة قامت بها الدولة المصرية على مدار الايام الماضية. وحضراتكم جميعا كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الازمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار اكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت، وايضا العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة. لكن اعتقد النهاردة بالخطوات اللي قامت بها الدولة واللي اهم كان نقطة فيها وكنا كلنا مقتنعين بيها هو توحيد سعر الصرف، وكانت دي نقطة شديدة الاهمية الدولة المصرية كانت بتشتغل عليها. وهنا لما بتكلم على الدولة بتكلم على الحكومة والبنك المركزي على مدار الاسابيع والشهور الماضية. كما أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي من أجل تصنيع منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات العالمية. الرسالة اللي كنا دايما بنوجهها للمصنعين التعميق التصنيع المحلي واستبدال
المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها بمليارات الدولارات بانها يتم تصنيعها هنا جوه مصر. الرسالة دي احنا بقينا النهاردة بنوجهها، انا بوجهها بقالنا فترة طويلة، سيادة الرئيس بيتكلم على هذا الموضوع على مدار الفترات الطويلة كلها اللي فاتت، كل لقاءاتي مع المصنعين على هذا الموضوع. يأتي قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة. إجراءات قوية اتخذتها الحكومة بشأن ضخ كميات كبيرة من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج في الأسواق بما يسهم في ضبط الأسعار واتزان الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين. أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم أهمية مشروع توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور ضمن مشروعات قطاع الطاقة لما لها من مردود اقتصادي كبير في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية لتقليل فاتورة استيرادها وتوفير النقد الأجنبي، مشيدا بمستوى تنفيذ هذا المشروع بكفاءة وطنية وفقا لأعلى معايير الجودة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء لمشروع توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور بعد بدء تجارب تشغيلها في إطار جولته بمحافظة الأسكندرية، حيث رافقه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس صلاح جابر رئيس الشركة. تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات. مزيد من التفاصيل حول أهمية هذه الخطوة نتناولها بمتابعة آراء المختصين والمحللين مع الزميل أحمد عتابي. تفضل. ناقشت هذا الملف الغاية في الأهمية والذي يعول عليه كثيرا لضبط الأسعار في الأسواق المصرية، فحرصا على سرعة نفاذ السلع للأسواق وأيضا لزيادة حجم المعروض السلعي على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على سرعة نفاذ السلع للأسواق ولزيادة حجم المعروض السلعي على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ. خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الأسكندرية، حيث أشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الأسكندرية وتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة والتي تشمل سلعا غذائية وأعلافا وأدوية، وجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا لتلك الأولويات فقط فإن البنك المركزي سيلتزم بتدبير العملة. الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية، ايه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، دول أولوياتنا. كما تخطط الحكومة لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة، وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإزاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد. رئيس الوزراء أكد أيضا أن هناك تنسيق بين وزارات التموين والداخلية والتجارة والصناعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وذلك تخفيفا للأعباء المعيشية على كاهل المواطنين وسعيا لتوفير السلع الرئيسية بأسعار تناسب المواطن العادي. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم لترحيب معي بضيفنا الكريم الذي نشرف به لمناقشة هذا الموضوع، دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. أرحب بك بداية دكتور محمد، والسؤال الذي يطرح نفسه: تقييمك كخبير اقتصادي ومتابع لحال الاقتصاد المصري وحال السوق المصرية الذي يعاني من فترة طويلة مضت من ارتفاع الأسعار، تقييمك لهذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية لضبط الأسعار أو تخفيف من حدتها أو حدة وطأتها على المواطنين؟ في البداية برحب بحضراتكم السادة المشاهدين. طبعا احنا شاهدنا الفترة الماضية للموجة الاحتكارية للسلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن، وده كان ناتج عن غياب أو عدم دخول كميات كبيرة من هذه السلع في كانت متراكمة في الجمارك المصرية، وده كان برضه لما نشوف السبب دوت هي كان السبب بسبب الفجوة الدولارية اللي كانت موجودة، وموجود في فجوة كبيرة جدا ما بين السعر الرسمي المعروض في البنوك المصريه والسعر الغير رسمي في السوق السوري. كل هذه الامور طبعا كانت مرتبطه ببعضها البعض، فكان لزاما على الدوله هي حل الموضوع بشكل جذري، واللي ابتدى بدايه من قرار لجنه السياسات النقديه التابعه للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف من التعامل بالعملات الاجنبيه وتحديده طبقا لاليات السوق. هي دي كانت الخطوه اللي بنقول عليها، هي خطوه اللي باذن الله هي تقضي على السوق السوداء. والنهارده من الامس شاهدنا سعر موحد سواء في السوق الموازي او في السوق لسعر الصرف، والخطوه اللي كانت سابقاها طبعا هي كانت تكليفات سياده الرئيس بالافراج عن السلع المتراكمه في اراضي الجمارك المصريه وادخلها للسوق المصري. النهارده بتختص طبعا بالسلع الاستراتيجيه، تختص بالغذاء والتصنيع والادويه. النهارده بنشوف لكن يا دكتور، هذه الخطوه من قبل الدوله الا تضع قدره الدوله المصريه على توفير العمله الاجنبيه على المحك، خاصة انه يعني القاصي والداني يعلم انه كانت هناك ازمة في هذه المسألة على امتداد الفترة الاخيرة؟ بالفعل هي الامور دي كانت صعبة جدا، ولو كانت الامور ميسرة كانت الدولة اتخذت هذه الاجراءات من بدري، وكانت حتى ما كانتش السلع دي تراكمت في الاوان. لكن هي المشكلة كانت عندنا في مشكلة في توفير العملة الصعبة، توفير الدولار، عشان كده بنقول هي تولدت من هذه الحاجة للعملة او زيادة الطلب عليها، تولدت السوق السوداء اللي ارتفعت بالاسعار. لكن الوضع بيختلف هذه المرة، ان ده في لدى الحكومة او لدى صانع القرار في اجراءات تمت او في توريدات نقدية تمت. طيب طبعا اذا كان لحضرتك كان تلفت انظارنا الى اهم هذه الموارد او هذه القدرات الجديدة التي اضيفت للدولة المصرية، فاصبح من الممكن انها توفر ما تحتاجه الدولة ايضا من العملة الصعبة، ولعل ذلك جاء على لسان رئيس الوزراء اليوم، يعني اكد هذه المسألة باكثر من صيغة. طبعا احنا في خلال اسبوعين ماضيين شاهدنا طبعا كان صفقه راس الحكمه اللي اعتقد ان هي طبعا اكبر صفقه نادي اللي تم الاتفاق عليه
شهرين تم وتم توزيع على توفير الازمه لكن احنا اللي احنا النهارده هي مقياس الحجمه كانت البدايه وليست النهايه لإفساد عالمي الاجنبي اللي كان بينتظر صور كان في عزوف قبل المستشفى عند دخول صور اللي وقوف كبير بيقدر يقدر التكاليف الاستثماريه ازاي تكاليف التشغيل هيقدر انهي ساعه طب دكتور يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه ومعذره للمشاهدين الكرام اذا كانت بعض النقاط لم نستمع اليها جيدا بسبب هذه المشكله التقنيه. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي كان معنا عبر سكايب محللا لهذه الخطوه المهمه من قبل الدوله بمساله الافراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ المصريه. معكم نستكمل بقية أنبائنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة. هذه عودة من جديد إلى زميل عمرو عبد المجيد وزميلة سحر صبري، تحديدا نذهب إلى زميلة سحر. إليك سحر. شكرا أحمد. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام. كانت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات. وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها للخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي. استشهد 35 فلسطينيا واصيب اخرون في قصف للاحتلال الاسرائيلي للنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزه. واعلنت وزاره الصحه في غزه ارتفاع عدد الشهداء الى 30800 شهيد والمصابين الى 72298 بالعدوان الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر. مع دخول العدوان الغاشم على غزه يومه 53 بعد المئه اي بدايه الشهر السادس، لا تزال الأراضي الفلسطينية ترتوي بدماء الشهداء. ففي قصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي للنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة استشهد 35 فلسطينيا وأصيب آخرون. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب عشرات المجازر الجديدة ضد العائلات في قطاع غزة لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و 72298 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا كانت قد أعلنت أن 17000 طفل أصبحوا أيتاما في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة للشهر السادس على التوالي، مؤكدة أن الأطفال يموتون ببطء أمام أنظار العالم دون تدخل حقيقي لوقف نزيف الدماء الفلسطينية أمام آلة الحرب الإسرائيلية. في السياق ذاته استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في منطقة العمور شرقي خان يونس، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحاصر مدينة حمد وتجري عمليات اعتقال. كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي عنيف شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. وبحسب ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان 18 طفلا على الاقل فارقوا الحياة جراء سوء التغذية والجفاف في انحاء القطاع خلال الاسبوع الاخير، مشيرة الى ان 15 طفلا من هؤلاء الضحايا كانوا يتلقون العلاج في مستشفى كمال المعمداني. يأتي هذا فيما تعرض مخيم النصيرات لسلسلة من غارات جوية أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من أصحاب المنازل المستهدفة. وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف مستهدفا منازل المواطنين في بلدة المغراقة والأحياء الشمالية الغربية لمخيم النصيرات ومنطقة جباليا. نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكدت بدورها أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى لارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 127 صحفيا منذ طوفان الأقصى.
الضفة الغربية لم تكن أبدا بمنأى عما يحدث في غزة، فقوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 37 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 4 نساء. وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 13 شخصا من محافظة طوباس الواقع شمال شرقي الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 بينهم أسير محرر من محافظة نابلس الشمالية. ويظل السؤال الحائر بلا إجابة شافية، إلى متى ستظل دماء الشهداء تراق على الأراضي الفلسطينية كل دقيقة دون تحرك دولي حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم؟ يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن واشنطن تقدمت إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار جديد لوقف موقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وما قد ينعكس للتحول الجديد لتعاطي واشنطن مع الأحداث داخل قطاع غزة. يبدو أن هناك ثمة فجوة بدأت تتسع في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب مؤخراً، رغم أنها تظل الدعم الأكبر لدولة الاحتلال في عدوانها الغاشم على قطاع غزة. ظهر ذلك جليا خلال زيارة وزير حكومة الحرب في إسرائيل بني غانس لواشنطن ولقائه عدد من المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم نائبة الرئيس كامالا هاريس التي أعربت عن قلقها العميق من الأزمة الإنسانية في غزة. التغير الأمريكي في التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية ظهر كذلك في تعديل الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا في غزة، بعدما استخدمت حق النقد الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، 2 منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. لقد وزعنا مشروعا جديدا للقرار يدعم بشكل مطلق الجهود الدبلوماسية لإعلان هدنة لمدة 6 أسابيع مع إطلاق سراح جميع المحتجزين. المشروع يهدف إلى دعم المفاوضات الجارية على الأرض. القرار يجبر حماس على قبول صفقة تبادل. لا يحب أن يقوم مجلس الأمن بعمل يقوض وقف إطلاق النار. على الجانب الآخر، تقول الصين وهي إحدى الدول التي يمكنها تعطيل المشروع الأمريكي أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هو قرار كان يتعين على مجلس الأمن اتخاذه، ومع ذلك فإنه بسبب العرقلة المستمرة من جانب واشنطن لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. توجد أسباب يمكن أن تبرر استمرار الصراع، ولا توجد أعذار يمكن أن تعفي قتل المدنيين. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة مما يجعل الوقف الفوري لإطلاق النار هو الأولوية القصوى. هي إذن نبرة جديدة في الحديث بين واشنطن وتل أبيب تعكس التوترات بين حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل وأمريكا بسبب الأزمة الإنسانية الكبرى في غزة. أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ بي دعم بلاده للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين الأجانب والعرب والصينيين للإعلان عن بيان أعمال وزارة الخارجية الصينية خلال عام 2023 المستهدف خلال عام 2024 وأهم القضايا والتحديات على الساحة الدولية والإقليمية. خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع الصحفيين الأجانب والعرب والصينيين لمناقشة التساؤلات المطروحة على الساحة إزاء كافة القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، أكد يي خلال كلمته على أن الحوكمة العالمية تتطلب تعددية الأقطاب لتحقيق المساواة والمنفعة المتبادلة بين دول العالم. تعمل الدبلوماسية الصينية لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين وطرحت الحلول لتسوية مختلف الأزمات والتحديات، وقدمت المساهمات الصينية في تدعيم السلام والتنمية في العالم مما فتح لنا أفاقا جديدة لنشر السلام. وفي ردنا من وزير الخارجية الصينية على سؤال موجه من قناة النيل للأخبار عن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة بانتظام وسبل الخروج من هذا الوضع الكارثي،
أكد الوزير وانغ بأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال إعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين على نحو كامل. إن العجز عن وقف هذه الكارثة الإنسانية ونحن في القرن 21 أمر يعد مأساة للبشرية وعارا على الحضارة، وتعجز أي حجة أو ذريعة أن تبرر استمرار الصراع وقتل المدنيين. لا يجوز الاستمرار في تجاهل حقيقة الاحتلال طويل الأمد على الأراضي الفلسطينية، لا يجوز التغاضي عن تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة. كما أجاب وانغ يي عن التساؤلات حول العلاقات الصينية الأمريكية والعلاقات مع دول الجوار والوضع في بحر الصين الجنوبي والصراع الروسي الأوكراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأكد أن بناء المجتمع طبقا لمستقبل المصير المشترك أمر لا مفر منه لمواجهة التحديات العالمية. في الوقت الذي يمر فيه العالم بالعديد من التوترات والصراعات، تسعى الصين في هذا الوقت لبسط مساعيها الدبلوماسية مع كافة الدول الصديقة والدول دعاة السلام من أجل اللحاق بالوضع العالمي قبل تأبر الصراعات واتساع دائرتها. من العاصمة الصينية بكين، أحمد سعد الدين، النيل للأخبار. وحول آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية انضم إلينا مباشرة الأستاذ أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. برحب بك سيد أمير بداية، وبرأيك ما هو المشروع الأخير الذي تقدمت به واشنطن حول الهدنة في قطاع غزة؟ هل سيلقى هذا المشروع قبول داخل أروقة مجلس الأمن أم سيكون كسابقهم القرارات لا جديد حول هذا الموضوع تحديدا؟ يعني أعتقد أنه قد يلقى تأييدها في مجلس الأمن لأنه يتجاوب مع المطلب الواسع في وقف إطلاق النار، مع أنه يتحدث عن الهدنة ويتحدث عن مساعدات إنسانية التي كانت ترفضها واشنطن لحد الآن كقرار منزل لإسرائيل. والآن هناك في تحول كما يبدو في السياسة الأمريكية بعد ما وصلوا لطريق مسدود مع حكومة نتنياهو في تغيير مسارها، في تغيير يعني الليونة المطلوبة كانت من أجل حتى بالمفهوم المخططات الأمريكية. هناك حالة صدام معينة بين إدارة بايدن ونتنياهو شخصيا، لكن ليست صدام مع إسرائيل في نهاية المطاف ولا بأي شكل. أعتقد أنه يعني هذا المنح الأمريكي مع الخطاب اللي سمعناه قبل بضعة أيام بوقت إطلاق النار لأول مرة من كاميلا هاريس، ومن ثم موضوع إقامة ميناء في غزة، هي كلها مؤشرات تؤكد أن هناك في مسعى في الإدارة الأمريكية تحول من القول إلى الفعل ومن اللغة اللطيفة إلى لغة الفرض على إسرائيل. لكن هذا لحد الآن يحتاج إلى إثبات، لأنه المواقف الأمريكية كثيرا ما تغيرت في هذه الفترة، وبدت أحيانا الكلمات أكثر ليونة لكن الفحوى بقي أكثر صلابة وقسوة تجاه الفلسطينيين. لذلك الأمور بحاجة الامتحان الأساسي هو امتحان الميداني، كيف ستسلك الولايات المتحدة في مجلس الأمن وكيف ستسير الأمور، هل ستذهب فعلا باتجاه وقف إطلاق النار. لكن المثير أيضا من هناك تحليلات تقديرات إسرائيلية من الجيش بالذات أن بدأت تتآكل قوة أو إنجازات الجيش في غزة بعد أن أنجز معظم أهدافه في شمال سيناء، في شمال غزة وفي وسطها. ولذلك بقاء بهذا الشكل ودون إتاحة المجال أيضا للنازحين أن يعودوا، ودون اتخاذ قرار واضح المعالم سياسيا إسرائيليا ماذا ستكون في اليوم التالي، هل سيبقى الجيش بقوة احتلال أو سينسحب، هذه كلها قضايا بدأت أيضا تخلق الساحة الإسرائيلية الداخلية بنا فيها الصراع بين المنظمات المختلفة وبالذات العسكرية والسياسية. طيب سيد أمير، يعني الحديث كان في الأروقة في الفترة الأخيرة أن لابد من إيجاد هدنة قبل بداية شهر رمضان المبارك، ونحن على أعتابه بالفعل. يعني هل الحديث عن هدنة جديدة وبالتحديد الإدارة الأمريكية كانت تنوي ذلك تحديدا، وهناك أوراق ضغط تضغط بها الدول العربية مثل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عدد من الدول بأن يكون هناك هدنة في خلال شهر رمضان المبارك، هل بوجهة نظر حضرتك تعتقد أن سيكون بالفعل هناك هدنة في هذا الشهر الفضيل، أم سترتكب إسرائيل من جديد مجازر في هذا الشهر المبارك؟
يعني من ارتكب مجازر في الأشهر السابقة سيرتكب في هذا الشهر. هذا الشهر عمليا في الإعلام الإسرائيلي تمت شيطنته وكأنه شهر إرهاب، يعني سواء في القدس سواء في الضفة سواء في الداخل. يعني شهر رمضان هو في اللغة العبرية، يعني في التعامل الإسرائيلي في اللغة الخطاب الإسرائيلي هو شيء سلبي وليس بشيء، يعني لا يفهمون بأنه شهر فضيل وأنه شهر شعائر وصوم وصيام. لذلك التعامل قد تواصل إسرائيل استهداف رفح في هذه الفترة، لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف التوصيات من الجيش والشباك سوف تكون لها وزن كبير، لأنه حتى لو أدت أنه ستأخذ يعني تخفيف معين من جانب واحد إذا لم تأخذ صفقة، لأنه إذا اشتعلت الأمور في شهر رمضان ويربط هنا وأربط هنا بين الوضع في غزة وفي رفح أصلا وبين الوضع في الأقصى والمطارات في القدس، فقد تكون هناك يعني أمور التي تدفع لها لمواجهة صعبة جدا وأكثر قساوة مما رأينا لحد الآن. إسرائيل نجحت في بناء رواية في بلورة رواية لأن الفلسطينيين هم من يعدون المعدة لإشعال النار في رمضان، وبينما الوزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة وحرس الحدود وعن القدس هو عمليا يتحدث بلهجة إشعال الأوضاع وليس إطفائها بأي شكل، وحتى أراد أن يمنع المصلين من الوصول. ما يزال هذا الخطر قائما من جهتي. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة مباشرة السيد أمير المخول الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان غريب عبد الحافظ اليوم أن مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية. لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة. وذلك انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخطاب السنوي عن حال الاتحاد، ومن المقرر أن يعلن بايدن في خطابه إنشاء ميناء مؤقت في غزة على ساحل البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية، والمقرر أن يستغرق إنشاؤه عدد من الأسابيع. ويأتي خطاب بايدن في مرحلة مفصلية يسعى لإقناع الناخبين المترددين بقدرته لهزيمة الجمهوريين وبالتحديد دونالد ترامب في المواجهات المرجحة بينهما في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر القادم.
الآن أخبار الاقتصاد وتأتينا به الزميلة سارة ناوي. تفضلي سارة. شكرا عمرو، شكرا سحر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد. وفيها الأحد المقبل بدء تلقي طلبات المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير المالية محمد معيط أنه اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 9 من مايو القادم سيتم فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري. وقال الوزير إن فتح باب تلقي الطلبات جاء استجابة للقطاع التصديري الذي أبدى رغبته في استكمال سلسلة المبادرات الناجحة في سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه ل 1558 شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير. عقب قرارات البنك المركزي الأخير أكد العديد من المواطنين أنها محاولة جادة من قبل الحكومة لعملية إصلاح اقتصادي من شأنها القضاء على السوق الموازية للدولار ومواجهة ارتفاع الأسعار. جهود سريعة ومتلاحقة متواصلة من القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي المصري للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمان، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهامة في محاولة جادة للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية وضخ أموال جديدة للبنك المركزي. بنشتغل ان احنا نحدد سعر الصرف في البنوك، بحيث ان احنا الفترة الجاية ديت او البنك المركزي القرار اللي اخده هو قرار صح جدا، هو مش مبدأ التعويم بقدر ما هو مبدأ ان احنا بنخفض عملة او حاجة، لا احنا مش بنخفض العملة، احنا بنوازي سعر الدولار بما عادله في سعر السوق السوداء. في السوق السوداء كان سعر الدولار وصل 75 جنيه، في حين ان البنوك دلوقتي استقر على 53 جنيه، ووصل في بعض البنوك او اعلى بنك في مصر دلوقتي المتواجد فيه اللي وصل ل 55.5، تمام؟ فده بالتالي بيخلي ان اي استثمار بشكل عام او اي شركات بشكل عام داخل الدوله، سواء كانت قطاع حكومي او كانت قطاع خاص او من المستثمرين الاجانب او العرب، ان احنا نأدي لايه؟ ان احنا بدل ما نروح للسوق السوداء وناخد منها نبدا ناخد على السوق المحلي بتاعنا بالسعر المصرفي المعروف اللي هو متعاقد عليه في البنك المركزي واللي متفق عليه في البنك المركزي. هذه الاجراءات الهدف منها مصلحه المواطن والسيطره على الاسعار واتاحه السلع امام المواطنين باسعار منخفضه من خلال الافراج السريع عن البضائع والسلع الغذائيه في المواني كاحد ابرز اولويات الحكومه خلال المرحله الراهنه. القيمة الدولارية أصلا للجنيه هتفرق كتير معانا، وموضوع الفايدة اللي قالوا عليها في البنوك دي كمان دي جميلة جدا، لأن الناس كتيرة حتى في تجار كتير حتى هيزودوا دخلهم من خلال كده، ومن خلال كده ممكن السوق تمشي والدنيا تبقى خير واحنا داخلين على رمضان. كل سنة طيبة. المواطنون على وعي تام بما تقوم به الدولة من إجراءات اقتصادية هدفها الأول هو تحسين أوضاعهم وإتاحة متطلباتهم من سلع غذائية ومستلزمات حياتية بأسعار مناسبة. يعني حاجة جميلة، بس عايزينها يعني إيه في الواقع، عشان إحنا كناس يعني متوسطة عايزين نحس بيها. هي حزمة من الإجراءات الاقتصادية إذن استهدفتها الحكومة يتبعها خطوات اقتصادية خلال الفترة المقبلة يشعر بها المواطن في القريب العاجل. قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بجولة تفقدية لأعمال التطوير والترميم التي يشهدها مجمع التحرير وسط القاهرة ومبنى وزارة الداخلية الذي يشهد تطويرا منذ فترة طويلة، وهو ما يحقق الاستفادة القصوى للأصول التاريخية بما يواكب التطورات العالمية الحديثة. تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للأصول التاريخية بما يواكب التطورات العالمية الحديثة، هدف أعمال التطوير التي يشهدها مجمع التحرير وسط القاهرة هذا المبنى العريق لتحويله إلى فندق عالمي لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث شهد المجمع جولة تفقدية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الهدف طبعا ان احنا يعني نحافظ اولا على المبنى من حيث التنسيق الحضاري، المبنى مسجل في التنسيق الحضاري، فاحنا بنحافظ على المعالم بتاعته
ولكن في نفس الوقت احنا بنعيد استغلاله ونعيد استخدامه عشان نقدر نحافظ على هذا الاصل للاجيال القادمه، ونعيد استغلاله افضل استغلال ممكن، نقدر نحن نجتذب من خلاله استثمارات خاصه وازود مشاركه القطاع الخاص او ازود من خلاله استثمارات اجنبيه. اعمال التطوير تتضمن تقسيم المبنى الى مركز تجاري كبير و1000 غرفه فندقيه ومطاعم وعدد من المكاتب الاداريه. ندعم المخطط العام لاعاده تخطيط القاهره الخلويه والقاهره التاريخيه ك منطقة جذب سياحي، كمنطقة نشاط اقتصادي عايزينه يبقى موجود في هذه المنطقة. فالنشاط الاقتصادية والدراسات السوقية اللي اتعملت كلها على المنطقة بتقول ان دي منطقة مقصد سياحي، اي داون تاون في اي حتة بيبقى هو ده المقصد السياحي الاول، مقصد ثقافي ومقصد لريادة الاعمال، لان طبعا القاهرة دلوقتي والقاهرة الخديوية بقت هي المنطقة الوسطية ما بين شرق وغرب، والتوسعات العمرانية الضخمة اللي حصلت على شرق وغرب القاهرة. مبنى وزارة الداخلية ايضا يشهد اعمال ترميم وتطوير، حيث قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجولة تفقدية في المبنى. مجمع وزارة الداخلية ده كان أحد أيضا الأصول اللي تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وأيضا تم الدراسات عليه إيه أفضل استخدامات له. النهاردة العالم كله بقى بيتجه أن منطقة وسط البلد تبقى منطقة، يعني وخصوصا القاهرة القديمة كانت يعني باريس الشرق، وإن شاء الله يعني في جهود كبيرة بتتم من قبل الدولة أن القاهرة تعود تاني إلى أنها تكون باريس الشرق. وضعت الدولة منذ سنوات مخططا شاملا لتطوير مباني القاهرة الخدوية ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. جولة تفقدية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأعمال التطوير بمجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للأصول التاريخية، وذلك بما يواكب التطورات العالمية. ولاء الحديني، النيل الأخبار. اقتصاد، شكرا لطيب المتابعة، وعودة لزملائي في الاستوديو إليكما. شكرا لك سارة. هنا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما عرب رئيس مجلس الوزراء في برقيه التهنئه بمناسبته بالانابه عن اعضاء الحكومه عن تقدمه باسمى ايات التهاني واصدق التمنيات للسيد الرئيس بقرب حلول هذا الشهر الكريم، متمنيا المولى عز وجل بان يعيد هذه المناسبه المباركه على السيد الرئيس بموفور الصحه ودوام التوفيق والسداد في مسيره النهضه التنمويه التي تشهدها البلاد تحت قيادة سيادته. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم خالص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات. بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وعبر توفيق عن خالص التهاني مقرورة بأصدق الأمان للرئيس السيسي، وأن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر المبارك على سيادته وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية في أمن واستقرار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية. بعث رئيس مجلس الوزراء المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وعبر جبالي عن خالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيد المولى عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الأول لمحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد.
أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة للأنشطة البحثية للقوات المسلحة. وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث لتقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل ما تشمله من إمكانيات لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبيل القباج على الأهمية الملحة لتكاتف الجهود والمساعي ليس فقط لإقامة مستشفى أهل مصر لعلاج الجروح، بل واستمراره أيضا بكفاءة وجودة ليغطي كافة محافظات مصر. وجاء ذلك في كلمته بمناسبة افتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج الجروح نيابة عن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. تلك المسؤوليات التي ينبغي علينا أن نتكاتف جميعا، حكومة ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وعلاجية وقطاع خاص ومواطنين، لحماية أنفسنا والدفع بقوة بأساليب الوقاية من حوادث الحريق وما ينتج عنها من آلام جسدية ونفسية. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بمنطقة السلام، واستهدفت القافلة تقديم خدمات صحية بالمجان ضمن الكشف وتقديم العلاج والاستشارات الطبية في عدد من التخصصات. يشهد سكان مشروع أهالينا المخصص لسكان المناطق الخطرة بمنطقة السلام أولى القوافل الطبية لمؤسسة حياة كريمة. ضمت القافلة عدة تخصصات منها الباطنة والأطفال وقياسات الضغط والسكر، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات أكبر طبقا للاحتياج الطبي لهذه الحالات بعد فحصها. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتقدم قافلة طبية في التخصصات مختلفة، البطنة والأطفال والجلدية والأنسة والتوليد الرمد الأسنان العظام الكشف، تقديم كل خدمات الكشف والعلاج بالمجان. المركز بيضم بيخدم عدد كبير من المواطنين حوالي 150 ألف أسرة. وجود القافلة الطبية النهاردة مؤسسة خدمية إن هي تخدمهم وإن هي تقدم لهم الخدمات كلها بالمجان، ده شيء رائع إن شاء الله. احنا بنركز على اكتر على المحافظات اللي فيها كرة حياة كريمة، وبنركز على الاماكن اللي هي فيها نقلة حضرية من العشوائيات لحي زي اهالينا او حي زي الاسمرات. احنا النهاردة موجودين في مركز طب اهالينا، بنقدم خدمات بالمجان، بنقدم علاج بالمجان، بنقدم خدمة كمان ما بعد قافلة. ما بعد قافلة خدمة بتتميز بها حياة كريمة، وهي متابعة المرضى اللي هم بيحتاجوا اي تدخلات سواء طويلة الاجل او تدخلات عاجلة او عمليات جراحية.
تطلب تنفيذ أهداف القافلة الطبية لحياة كريمة مجهودات كبيرة لإعداد كل ما يلزم من تجهيزات تحقق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. قدم الأطباء لرواد مركز أهالينا واحد خدماتهم المختلفة بالمجان، وأعرب الأهالي بدورهم عن رضاهم عن الخدمات المقدمة. بصراحة هم كشف عليا وسمعوا صدر عشان كان عنده كحة، وقالوا لي لأنه هو صدر كويس بكتبوا له علاج للكحة يعني ومضد حيوي، وبالفعل أنا صرفته من الصيدلية هنا، ولا التذكرة دفعت فيها حاجة ولا العلاج دفعت فيه حاجة، كل حاجة صراحة ما يعني فيش أي حاجة، كل حاجة مجاني. لقيت آخر احترام ويعني معاملة كويسة، والأطباء بسم الله ما شاء الله الله أكبر عليهم، كفاءة وحاجة محترمة. لم تكن هذه المرة الأولى التي تنظم مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية بالمراكز الصحية للقرى التابعة للمؤسسة. يحصل المواطنون فيها على خدمات صحية واجتماعية وتثقيفية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف وفي المناطق العشوائية. وجود قافلة طبية في إحدى المراكز كمركز أهالينا هو نشاط مستمر لمؤسسة حياة كريمة. وجود القافلة يسهم في زيادة أعداد المستهدفين من رواد المراكز الطبية بالإضافة إلى زيادة الخدمات المقدمة لهم. محمد جمال، قناة النيل للأخبار. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشاطنا من أخبار. خلال متابعته لأفراج عن البضائع من الموانئ، رئيس الوزراء يؤكد أن السلع التموينية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول على رأس الأولويات. قوات الاحتلال تواصل قصفها على مختلف أنحاء غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30,800 فلسطيني. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعاناة الإغاثية على غزة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. ختام، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.